تلقانا زاهرا وريحانا وقلبا فاض إيمانا. منذ تأسيس مدينة الصويرة سنة 1178 هجرية 1760 ميلادية على يد السلطان سيدي محمد بن عبد الله، أريد لها أن تكون حصناً من حصون الإسلام تعتز بدينها وقرآنها. من اهتمام المؤسس بهذه المدينة واقتباطه وولوعه بها حين أعطى انطلاقة بناء 4 مساجد، سمى العتيق باسمه والباقين بأسماء العلماء المرافقين له، فأقبل عليها طلاب القراءات من قبائل حاحة والشياضمة وعبدة ودكالة والسوس وأحواز مراكش. وفي عصرنا هذا نجد الكتاتيب القرآنية منتشرة في كل أرجاء الإقليم، كما أنها تعج بالمحضرة صغاراً وكباراً، يحملون ألواحهم يحفظونها معتزين بذلك، والنور يشع من وجناتهم. إنه نور القرآن، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. بسم الله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم في برنامجكم القرآني الكتاتيب القرآنية. هذا البرنامج الذي يعنى بالقرآن وأهل القرآن، ونحن اليوم ندعوكم إلى مدينة كريمة، إلى مدينة قرآنية، إلى مدينة فاضلة، إنها مدينة الصويرة. نعم، هذه المدينة التي وجدناها تعج بالقرآن وبأهل القرآن وبمهد أهل القرآن بالكتاتيب القرآنية، من تلاميذ محضرة يحفظون ومن شيوخ أجلاء يحفظون القرآن الكريم. حقا إن للكتاب بهذه المدينة شأنا كبيرا وعظيما. وحتى أقربكم من الصورة أخي المشاهد، يحضر معنا ضيف كريم، إنه أستاذ حسن راجي. مرحبا بكم سيدي. ونحن كذلك نرحب بكم. شكرا. وكذلك أستاذ السي مصطفى المهدوي، مرحبا بكم. طيب أستاذ، إذا بدأت معكم وأنتم كعضو مجلس العلم المحلي لهذا الإقليم، ما وضعية الكتاب القرآني بهذه المنطقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الاسم حسن الراجي، عضو المجلس العلمي المحلي بالصويرة. من المعلوم كما يعلم الجميع أن مدينة الصويرة تتكون من قبيلتين كبيرتين، قبيلة حاحة وقبيلة شياضمة، وكل قبيلة من هاتين القبيلتين لها خصوصياتها فيما يتعلق بتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه. ومدينة الصويرة تجمع بين هاتين الخصوصيتين، تجمع بين خصوصية منطقة حاحة وخصوصية منطقة الشياضمة، بحكم أن المدررين الذين يدررون بهذه الكتاتيب القرآنية بهذه المدينة ينحدرون إما من منطقة حاحة أو من منطقة الشياضمة، وهذا الأمر سيكون له وقعه الإيجابي على تحفيظ القرآن بهذه المدينة، حيث هذا النوع سيخلق واحد نوع من المنافسة ونوع من التلاقح. ولذلك فالكتاب القرآني بمدينة الصويرة
إحظى بمميزات خاصة به. وهذا الأمر كتاتب القرآن بمدينة الصويرة هي منذ تقريبا أن أسست في عهد سيدي محمد بن عبد الله، والمدينة تعج بالكتاتب القرآنية، حيثما من مسجد بهذه المدينة أو زاوية من زاوية، للعلم أن هذه المدينة أيضا بها مساجد كثيرة وبها كذلك زوايا كثيرة. ونحن نعرف بأن الزوايا في الأصل هي أنشئت من أجل تحفيظ القرآن الكريم ومن أجل تدريس العلوم الإسلامية. فقلت ما من مسجد وما من زاوية بهذه المدينة إلا وتجد بها كتابا لتحفيظ القرآن الكريم. إما أن يكون الكتاب بجميع المميزات التي تخص الكتاتب القرآنية، أو يكون عبارة عن غرفة إما في قبلة المسجد أو في مؤخرة المسجد. قلت هذه المدينة الكريمة من المميزات أيضا التتميز بها، وهو أن الطلبة أو المحضرة التي يقرأوا في هذه الكتاتب القرآنية منذ عهد الحماية إلى الآن بدأوا يجمعون ما بين الكتاب القرآني والمدرسة العمومية، حيث أن وقت الدراسة يمشوا للمدرسة، والوقت الذي يكون عندهم فارغ مثلا بعد الفجر أو في المساء يمشوا يحفظوا القرآن الكريم. ولذلك تنوجد أغلب الناس ديال المدينة، مدينة الصويرة، منهم الأساتذة ومنهم الموظفون، وكذلك من أساتذة وموظفين وجميع أصحاب الحرف تجدهم تحفظوا القرآن الكريم بهذا، يعني بفضل هذا الجمع ما بين الطريقة، ما بين القراءة بالمدارس القرآنية بالمدارس العمومية والكتاتب القرآنية. وهذا الاهتمام بحفظ القرآن الكريم مسألة نجدها عند الصويريين كما نجدها أيضا كذلك في جميع أنحاء المغرب، حيث ما من أب سواء كان حافظا لكتاب الله أو لم يكن حافظا لكتاب الله إلا وتجد أن شغله الشاغل وهمه الأكبر هو أن يحفظ كل أبنائه أو جلهم أو على الأقل واحد منهم يحفظ كتاب الله عز وجل. وكانوا يعتبروا هذا، وهو في الحقيقة يعني اعتبار في محله، يعتبرون ذلك قربة يتقربون بها إلى الله عز وجل، وصدقة من الصدقات الجارية ناصبين بين أعينهم الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن الإنسان أو الإبن إذا حفظ القرآن الكريم ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور، نوره كنور الشمس، ويكسى والداه حلتين لا تقام لهم الدنيا، فيقال بماذا كسين ذلك؟ فيقول بسبب أخذ ابنكما القرآن، وكما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك ناصبين بين أعينهم الحديث الشريف الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستاذي، طيب الأستاذ سي مصطفى، أنتم كمدرسين في مدرسة قرآنية وهي مدرسة من حميدة العتيقة المعروفة، حبذا لو تحدثون عن القرآن الكريم وعن شأن حفظ القرآن بهذه المدرسة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أولا نشكر قناة السادسة في شخصكم على استضافتنا لهذا البرنامج القيم والذي تنورون به الرأي العام وتحثون به صغار هذا البلد على تحفيظ القرآن الكريم. أولا أعرف بنفسي، فأنا المصطفى المداوي، حاصل الإجازة في الدراسات الإسلامية من جامعة القاضي عياد كلية الأداب الجديدة. أيضا أنا واعظ ومؤطر تابع للمجلس العلمي المحلي بإقليم الصويرة، ومدرس بمدرسة بن حميدة للتعليم العتيق. هذه المدرسة
أنشئت ما يزيد عن 3 قرون لتحفيظ القرآن الكريم بالأساس، فهي كانت تدرس القرآن، كان يدرس بها القرآن الكريم بجميع رواياته حتى 10، فقد درج فيها قراء وشيوخ اشتهروا بتدريس القراءات 7 والقراءات 10 أيضا. وأحدثت أو حدث لها تحديث في منتصف الثمانينيات من القرن 20، حيث أدرجت فيها أيضا المواد الشرعية، ولكن الأساس في هذه المدرسة هو تحفيظ القرآن الكريم. الطريقة التي تعتمد في تحفيظ القرآن الكريم وكسائر الكتاتيب القرآنية بهذا الإقليم المبارك بهذه المدرسة أيضا تتبع نفس الطريقة مع تعديل بسيط اعتبارا لنظام الدراسة الموجود بها. فكما هو معهود يستيقظ الطلبة قبل صلاة الفجر بقليل فيقرؤون إلى أن يؤذن المؤذن لصلاة الفجر، ثم يصلون الفجر وبعد ذلك يقرؤون الحزب الراتب، ثم يذهبون مباشرة لقراءة الألواح، بعد ذلك تكون حصة عرض الألواح ومحوها، ثم بعد ذلك الكتابة. والكتابة كما هو معروف عند طلبتنا بالمغرب عموما وبهذا الإقليم أيضا تكون بطريقتين: المبتدئ يكتب لوحه عن طريق الإفتاء فيفتي له المدرر، شيخه يفتي له، يدور حوله مجموعة من الطلبة، وهذه ميزة يختص بها المغاربة حيث يفتي لكل واحد وهو في يعني أمكنة مختلفة من القرآن الكريم، ومع ذلك يتذكر ما أفتى لهذا وما أفتى لهذا، وأثناء ذلك يلقنهم مبادئ الرسم القرآني من تبتين وحذفين وغير ذلك، فيسأله الطالب هل هذه الكلمة ثابتة أو محذوفة، أو هذا الحرف معرق في آخر الكلمة يعني ليس له رده أو مردود، إلى غير ذلك من قواعد الرسم القرآني. وهناك طائفة أخرى قد ختمت السلكة وحفظتها عن ظهر قلب، فهي تكتب يعني عن طريق الاستظهار، يعني كما كنقولوا بالدارجة كيكتب من راسه، فيكتب يعني عن ظهر قلب لوحه، ثم بعد ذلك يعني يأتي بلوحه إلى شيخه ليصححه له، ويعني ما كان فيه من أخطاء كما هو معروف في عادتنا يدور عليها دارة ثم يخرجها إلى أسفل اللوح فيكتبها بخط غليظ. ومن غرائب الطلبة في هذا الشأن لهم غرائب كثيرة، حتى إنه يكتب له الألف طول اللوحة كاملا إذا كان ثابتا حتى لا ينساه هذا الطالب، ويكتب له تشهير، هذا تشهير يعني بالخطأ ديال الطالب. نعم، هذا بطريقة تشهير وحتى لا ينساه. نعم. فهناك غرائب يذكرها الطلبة، فبعض يعني مما يحكى في هذا الإقليم يعني هذا كاستدراك. أحد الطلبة دخل إلى مسجد يعني من حرص يعني المغاربة على الرسم القرآني مما امتاز به المغاربة، دخل إلى مسجد فوجد يعني شخصا كتب كلمة بدون ألف، يعني الهمزة همزة الوصل، يعني الطلبة يعني يكتبون يعني كما تلفظ، كتب الواو وكتب بعده الحرف وترك همزة الوصل في الوسط. فجاء هذا الطالب وقال عجيد عن يعني عصا كبيرة من السقف ووضعها فوق اللوحة كألف حتى لا ينسى هذا الشخص. هذه من بين غرائب المغاربة في حثهم على الرسم القرآني. نرجع إلى موضوعنا بالنسبة لهذه المدرسة، فعندما يعني تصحح الألواح بعد ذلك يذهب الطلبة لقراءتها كما يقولون ما زالت خضراء أي جديدة، فيسهل حفظها على الطالب بما أنه كتبها لوقت قصير، ويعني يعني قرأها أمام شيخه وعلم ما فيها من أخطاء، فيسهل عليه حفظها فيقرأها لعدة مرات، إن كان يعني هذا هو الربع الذي سيقرأه يقرأه عدة مرات قبل أن ينتقل إلى الجهة الأخرى التي كانت قديمة، فيقرأها في المساء لا يقرأها في الصباح. هذه كانت طريقة معتمدة في تلقين القرآن الكريم، وتمتد هذه الحصة إلى حوالي 12:00، بعد ذلك يستريح الطلبة للغداء وأداء صلاة الظهر. بعد صلاة الظهر مباشرة يذهبون إلى الحضار أيضا من أجل قراءة ألواحهم
يعني من كان له وجهان في اللوحة يقرأ القديمة حتى صلاة العصر. بعد صلاة العصر كان معروفا قبل أن يدخل هذا النظام الجديد الذي أسسته يعني وزارة الأوقاف، بعد صلاة العصر كان مخصصا لقراءة الأسوار، يعني لاستذكار يعني مشاهد معنى الأسوار في المصطلح الكتابي. الأسوار في المصطلح الكتابي يعني أن يراجع الطلبة ما قرأوا من قبل في القرآن الكريم، من رصيدهم من المحفوظ. نعم، رصيدهم من المحفوظ يراجعونه إما جماعة أو فرادة، وإما فرادة. والمعتمد كان في المدرسة هو القراءة الجماعية مع عزل أحد الطلبة مرة بعد أخرى، يعزله يعني الشيخ عن الطلبة ليستظهر على الشيخ مباشرة أو يقرأ بجانبه وهو ينصت. يعني الذي يعني الذي لمس فيه الشيخ ضعفا في الحفظ يعزله أو ماذا؟ لا، ليس للمس، وإنما حتى يعلم كل يعني يعلم الشيخ مستوى كل طالب، يعني إذا لم يتذكره من لحظة أخرى يعني هذا الطالب ربما يتكاسل، وحتى داخل قراءته في الجماعة ربما يتكاسل فيذهب ما حفظ، فيتعاهده الشيخ مرة بعد أخرى، هذا بدون ترتيب حتى يعني يبقى الطالب على استعداد دائما، فلا يقول له أنت ستستظهر غدا وأنت بعد غدين وغير ذلك، لا، فإنما يأتيه على غفلة فيقول له تعالى استظهر من كذا إلى كذا، أو يبدأ معه من أول القرآن. طيب أستاذ، سوف أقف معك عند هذه النقطة. نعم، ولكن بعد هذا الفاصل سوف نتمم مسار حفظ القرآن بهذه المدرسة إن شاء الله. طيب مشاهدي الكرام، يحضر معنا شيخ الجليل وهو مشرف على مدرسة قرآنية وهي مدرسة شمعو، إنه الأستاذ سيد إبراهيم الأنصاري، لكي يتفضل بهذه الشهادة مشكورا إن شاء الله. اسمي إبراهيم براس الأنصاري، قرأت في إقليم الصويرة، قرأت في الكتاتيب القرآنية، وحفظت كتاب الله عز وجل قبل أن تنصرم 10 سنوات، ثم اتجهت بعد ذلك إلى سوس، فدرست تقريبا جميع المتون اللغوية والعربية والنحوية والفقهية وما يتعلق باللغة العربية، ثم بعد ذلك درست العلوم الشرعية، قواعد الأصولية لدى شيخي العلامة الأستاذ محمد الغالي الدرسي، فلازمته مدة طويلة حتى أجازني، معناها أعطاني إجازة مكتوبة وبخطه فجزاه الله عنا كل خير. ثم بعد ذلك دخلت إلى وعينت في مدرسة سيدي المعاشو، فهي مدرسة الآن مدرسة تشتمل على أعداد من التلاميذ فوق 60 تلميذا، مصنفون إلى قسمين، مصنفون إلى مستويين، مستوى الثاني والمستوى الرابع، وهي مدرسة قديمة ترجع تقريبا إلى عهد سيدي سليمان الجزولي المعروف. هذه المدرسة هي تمتاز بأشياء كثيرة وعندها خصائص، منها القراءات 7 والقراءات 10. مدينة الصويرة هي الحقيقة عندها أشياء أخرى، مثلا تنقسم إلى قسمين، قبيلة حاحة وقبيلة شيضمة. فحاحة تمتاز مثلا بالشعر مثلا، تمتاز بالأداب، مع أنهم أمازيغ ومع ذلك يمتازون، لم يكونوا يعرفون اللغة العربية، هم درسوها وقرأوها ولكنهم يمتازون بهذا الذكاء وبهذا النبوغ وبهذه السليقة التي هي سجية من عند الله سبحانه وتعالى. الجانب الآخر اللي هو الشياضمة، فهو يمتاز كذلك برجالته، رجالته الفكرية، رجالته الدينية، وكذلك الرجال 7 الذين هم قبائل أرقراقة. فمدينة الصويرة هي مدينة البركة، لذلك سيدي محمد بن عبد الله عندما أسس مدينة الصويرة جاء بتراب من المدينة المنورة ووضعه في مدينة الصويرة، ومن ثم أينما ذهبت في ملتقى الطرقات وفي أي مكان تجد بركة محمد،
هي بركات المدينة المنورة، بركة محمد صلى الله عليه وسلم جاءت من المدينة المنورة، ولذلك نجد دائما بركات محمد هي بركة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذه البركة بركة النبي صلى الله عليه وسلم دائما تحفظ مدينة الصور وإقليمها من الجوائح ومن النكبات ومن المصائب ومن النزعات الفكرية وغيرها. فهنيئا لكل من ينتمي إلى مدينة الصويرة، ولكل من يغرف من مدينة الصويرة، ولكل من ينتمي إلى مدينة الصويرة، فهنيئا له وهنيئا له مرة أخرى. وفي الختام صلى الله سبحانه وتعالى أنفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، إنه على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. شكرا أستاذي الكريم سيدي إبراهيم الأنصاري المشرف والمدير لمدرسة سيدي علي ومعاشو، شكرا جزيلا. طيب أستاذ، كنت تتحدثون قبل هذا الفاصل وقبل هذه الشهادة حول مسار حفظ القرآن الكريم بهذه المدرسة، وكان بإمكانكم المزيد في هذا الإطار، ماذا تقولون؟ نعم أستاذي الفاضل، نتمم يعني ما بدأناه في الحديث عن طريقة تحفيظ القرآن في هذه المدرسة، وقد وصلنا إلى مرحلة يعني قراءة الصور كما فسرنا ذلك بمراجعة ما حفظه الطالب قبل ذلك، وذكرنا أنها إما تقرأ عن طريق الجماعة أو الفرادة، أو يستدعي الشيخ أحد الطلبة على حين غرة ليباغته في استظهار ما يعني سبق أن حفظه من القرآن الكريم. يستمر هذا إلى ما يقرب من صلاة المغرب، ثم يستريح الطلبة من أجل الوضوء والاستعداد لصلاة المغرب. بعد قراءة المغرب كما هو معروف قراءة الحزب الراتب، بعد ذلك بين المغرب والعشاء كانت العادة في هذه المدرسة أن يبقى الطلبة بمسجد الصلاة ليلقنوا مبادئ تجويد القرآن الكريم عن طريق شيخ المدرسة سيدي محمد الدمسيري عضو المجلس العلمي بهذه المدينة، فيلقنهم مبادئ تجويد القرآن الكريم ويقرؤون أيضا، فيكون ذلك يعني تطبيقيا ويعني كما كان يعني نظريا. بعد صلاة العشاء يرجعون أيضا بعد أن يتعشوا إلى يعني الحضار إلى مكان القراءة أيضا، فيقرؤون ألواحهم من جديد إلى حوالي الساعة 11 ليلا تقريبا. بعد ذلك يقرؤون ما يعرف عندنا بالحزاب، أي مراجعة الأحزاب الراتبة، حزب الصبح الذي مضى، وبعده حزب الذي يكون بعد صلاة المغرب الذي قرأوه قبل قليل، ويقرؤون الحزب المقبل لصلاة الصبح. يقرؤون ثلاث أحزاب ما يعرف عند الطلبة بقراءة الحزاب، فيتكرر هذا الحزب، يعني حزب الصبح الذي يكون بعد صلاة الصبح يتكرر ثلاث مرات، الحزب الذي يكون بعد صلاة المغرب يتكرر مرتين، فهذا يسهل على الطالب حفظ القرآن الكريم. ثم بعد ذلك يذهبون إلى الاستراحة والنوم وتعود الكرة من جديد. إذن هذه طريقة يعني التحفيظ في هذه المدرسة. نعم، وهذا يبقى حتى يحفظ التلميذ القرآن وحتى يتمكن من حفظ جيد القرآن الكريم. والأشكال الذي ينهج هذا النهج لابد أن يكون متمكنا من حفظ القرآن الكريم في آخر المطاف إن شاء الله. إن شاء الله. لا، هذه لابد من إشارة، فهذه الطريقة يعني كانت قديمة. هذه الطريقة القديمة بهذه المدرسة قبل أن يدخل البرنامج الجديد للتعليم العتيق كما هو يعني معلوم في سائر المدارس، فتغير البرنامج بطبيعة الحال وفقا للمقررات التي قررت في برنامج التعليم العتيق الحديث. سوف نعود إلى التبديل الذي وقع وطرأ على الكتاب. نعم. لكن بعد حين إن شاء الله بعد أن أخذ هذه المداخلة إن شاء الله. أستاذي، ما هي منهجية معتمدة أنتم كرئيس أو كعضو مجلس العلم المحلي، ما هي المنهجية المتبعة في تحفيظ القرآن بهذه المنطقة؟ المنهجية المتبعة في تحفيظ القرآن بهذه المنطقة لا تختلف كثيرا عن المنهجية المتبعة في تقريبا المغرب كله، وهو أن الطفل عندما يبلغ السن الثالثة أو الرابعة من عمره يأتي به أبوه إلى المسجد أو للكتاب القرآن عند الفقيه، ويبدأ معه الفقيه أولا بأن يعلمه الحروف أولا الأبجدية، ثم بعد ذلك يأتي بلوحة حجمها صغير
لا تتسع إلا لآيات قليلة، فتكتب لي في الأول آية أو آيتين ثم يحفظها، وهكذا حتى عندما يصل واحد المستوى معين تستبدل هذه اللوحة الصغيرة بلوحة أكبر منها حجمان، وتكتب تومون، ثم بعد ذلك تكتب الربع، ثم بعد ذلك تكتب النصف. والأدوات؟ الأدوات المستعملة في تحفيظ القرآن الكريم لا تكاد تختلف عن الأدوات المستعملة تقريبا في المغرب كله، وهي اللوحة، وهي خشبية. في الأول الطفل تجيب واحد اللوحة تكون صغيرة، نعم، حيث لا تتسع مساحتها إلا بعض الآيات، تبدأ بها أولا، ثم بعد ذلك فاش تقدم في تحفيظ القرآن الكريم تستبدل هذه اللوحة بلوحة أكبر منها حجما، ويكتب تكتب التومون، ثم بعد ذلك تكتب الربع، وكم ثم تكتب بعد ذلك النصف. ثم بالإضافة إلى اللوحة وهي من الخشب، ما تستعملوش اللوحة البلاستيكية، لأن كما كاين واحد الآلة أخرى تحك بها اللوحة ما يسمى بالكرار ولا الكراج، تساعده على الحفظ وعلى ترسيخ الآيات القرآنية في الذهن ديالو. هذيك اللوحة البلاستيكية ما تتحملش حتى تكون العملية تقليدية ومتقنة في الحفظ إن شاء الله. طيب أستاذ، سوف نتم إن شاء الله في حلقة مقبلة هذه البيداغوجية المعتمدة في تحفيظ القرآن من المنطقة. شكرا أستاذي كريم، وأشكركم أنتم كذلك أستاذ مصطفى، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله. مشاهدي الكرام، إلى هنا تنتهي حلقتنا التي كانت حول القرآن الكريم وشأن الحفظ بهذه المنطقة، منطقة الصويرة. وحتى نستكمل الحديث، لأن الحديث ما زال متواصل إن شاء الله، في حلقة قادمة مع نفس المدينة ونفس الضيفين. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في حفظ الله تعالى ومع القرآن الكريم وأهل القرآن الكريم. وإلى ذلكم الحين أقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. القرآن تلقانا زاهرا وريحانا وقلبا فاض إيمانا.